السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي طلاب تانية ثانوي اللي لسه متعرفين على القناة جديد بعد ما شافوا الحمد لله حلقات الشرح، مش عايز أقول ممتازة جدا بس دي آرائكم، وبعد ما شافوا حل كتاب نيوتن والوافي والامتحان لسه متعرفين على القناة الجديدة نتيجة بقى السيرش الجديد، وبعد كده شافوا إن مش كل الحلقات مفتوحة، ده اللي مفتوح بس الزيتونة اللي هي ملخصات الشرح، لكن هم محتاجين حلقات الشرح كافية ووافية كاملة يعني. أنا آسف والله، أنا أكيد طبعا نفسي أفتح لكم كل حلقات الشرح، ولكن الأمور خير الأمور الوسط، فيعني ما سبناهاش مفتوحة خالص وما سبناهاش مقفولة خالص، قفلناها ولكن جعلناها باشتراك رمزي صغير جدا، مجرد تقدير منك للقناة والمجهود اللي بيتبذل فيها. الاشتراك بتاع الترم بالكامل 120 جنيه شرح ومراجعات وحل امتحانات نهائية، يعني تقدر تقول كده كل تفصيلة بتتعامل معاك مع أمهر المدرسين في كل السناتر، بنعمل الحمد لله أفضل منها، من محاضرات شرح تليق بكل المستويات، بنبدأ من أقل مستوى إلى أن نصل إلى المتفوقين. بعد كل حلقة شرح بيكون في حلقات الزيتونة اللي أنت بتشوفها، بعد حلقة الزيتونة بيكون في لايف بنجاوب فيه على الأسئلة اللي وافق مع سيادتك في المذكرة اللي بيكون فيها قدر كبير جدا من الأسئلة اللي بنحلها مع بعض في حلقات الشرح. وبعد رحلة طويلة بعد رحلة طويلة في حلقات الشرح والزيتونة والامتحانات، بنخش على مرحلة المراجعة النهائية، هنحل فيها النماذج النهائية اللي موجودة في نهاية كتاب نيوتن، ودي نماذج محترمة جدا حوالي 15 امتحان، غير إن بيكون في حلقة مجمعة ليلة امتحان بيكون مدتها 3 ساعات ونص، بتلم المنهج من أول كلمة لآخر كلمة، طبعا مش شرح ولكن بتكون أفكار حل بنهيئك ليلة الامتحان إنك تخش تقفل امتحان الفيزياء. كل الكلام ده بقيمة اشتراك بسيطة جدا، مقدارها 120 جنيه بتتحول فودافون كاش. طيب هتقول لي لو انا مشترك دلوقتي طيب هدفع ال 120 جنيه؟ ما انت بيتفتح لك كل الحلقات اللي فاتتك، كل الحلقات اللي فاتتك هتتفتح معاك تاني، وكأنك حاضر معانا من الاول. الناس اللي ما اتعاملتش قبل كده في تجربه الاونلاين، والله تجربه سهله جدا، سهله جدا 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 يعني. خطوات الاشتراك بسيطه جدا، انت بتحول ال 120 جنيه فودافون كاش، فبيطلع لك صوره تحويل، ايصال تحويل او صوره من رساله تحويل، بتاخدها سكرين شوت وبتبعتها واتس على الرقم اللي هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشه. بعد كده بقول لك ابعت الجيميل، بعضكم مش عارف اصلا يعني ايه جيميل، فهسيب لك فيديو شرح صغير جدا جدا في نهايه الفيديو ده يعرفك يعني ايه جيميل، فرجاء نكمل الفيديو الاخر، لو مش عارف يعني ايه جيميل او ما تعرفش تبعت الجيميل هعلمك ازاي تبعت الجيميل، وبكده يبقى اشتركت وكل الحلقات هتنزل لك على جروب الواتس اللي بيجمعنا بالروابط، مجرد بتضغط عليها يدخلك على الحلقه على طول. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. شوف يا جميل، عشان تجيب الجيميل بتاعك هتفتح اليوتيوب عادي جدا زي ما انا فاتحه كده دلوقتي، هتلاقي صورة حسابك تحت خالص على الشمال كده، او اول حرف من اسمك تضغط عليها بالشكل ده يظهر لك صورة الحساب بتاعك. شايف كلمة حساب جوجل اللي في النص دي؟ مجرد ما تضغط عليها كده بالشكل ده هيظهر لك في النص كده مثلا يعني زي ما ظهر عندي ايهاب كذا 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 gmail.com، هو ده الايميل بتاعك، هو ده اللي سيادتك هتبعته لي عشان الحلقات تبدأ تفتح معاك.